ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. الأسباب يلي بتوصل الإنسان للتطرف كتيرة، منها سياسية واجتماعية وشخصية ودينية وأكيد اقتصادية، وبنفس الوقت البطالة هي واحدة من أكبر المشاكل الاقتصادية يلي بتهدد المجتمعات وبتضرب فئة الشباب. بس شو علاقة البطالة بالتطرف؟ أول شي بدي قلكن إنه أثر البطالة على الإنسان أسوأ بكتير من أثر الفقر، لأنه الفقر مع العمل بيعطي الإنسان أمل بأنه ظروفه رح تتحسن وأنه رح يحصل على شغل أحسن وراتب أعلى، أو رح يترقى بشغله ويتحسن وضعه المادي والاجتماعي. بس الشخص يلي ما عنده شغل ما عنده حتى أمل بأنه الوضع رح يتغير، لأنه هو بالحقيقة ما عم يلمس شيء حقيقي بإيده. بس نحن بالحقيقة مو هاد موضوعنا، موضوعنا كيف بتأثر البطالة على التطرف. البطالة بتعطي الإنسان إحساس بأنه منبوذ، وهذا الإحساس ممكن يخليه يحقد ويكره المجتمع يلي عايش فيه واللي ما عم بيقدم له حتى شغل يعيش منه بكرامة. مع عوامل تانية بتجتمع مع البطالة، سياسية أو اجتماعية أو نفسية أو دينية وغيرها، بتخلي درجة الكراهية تزيد وتزيد وتزيد لحتى توصل صاحبها لقتل الناس وأذيتهم. هاي من جهة، ومن جهة تانية البطالة بتخلي صاحبها يوصل لمرحلة إنه ما عنده شي يخسره، لا عنده شغل ولا عنده عيلة يخاف عليها، وإذا عنده عيلة فبيفكر إنه هو بكل الأحوال ما عم بيقدم لها شي. يعني باختصار ما عنده شي يبكي عليه، ووقت الإنسان بيوصل لهالمرحلة بيكون من السهل تجنيده ليعمل أي شي بس لحتى يتخلص من الفراغ ويطالع الكره اللي جواته، وبنفس الوقت يكسب مصاري. رح تقولوا انه يعني كل واحد ما عنده شغل رح يصير متطرف؟ اكيد لا، لانه مثل ما قلت لكم البطالة سبب اساسي ومهم، بس ما له السبب الوحيد يلي بيقود الانسان للتطرف. اكيد في اسباب تانية بتجتمع وفي بيئة بتساعد على انه هذا الشخص يصير متطرف. طيب ليش نحن عم نحكي هالحكي؟ لانه اليوم في جهات عم بتحاول تشتغل على اعادة تأهيل المتطرفين يلي انخرطوا بتنظيمات بتحمل فكر متطرف أو بس إنهم بيميلوا للفكر المتطرف. من الضروري هاي الجهات تنتبه لضرورة تأمين فرص عمل لهدول الناس اللي عم بتتم إعادة تأهيلهم، وإلا رح يكون من الممكن إنهم بعد ما يتخلصوا من هذا التفكير يرجعوا له إذا ما عندهم شغل يحسسهم بقيمتهم ويقتلهم الفراغ ويأملهم حياة كريمة. والأحسن من هيك هو السعي لتأمين فرص عمل للشباب قبل ما توقع الفاس بالرأس، يعني نعالج الأسباب قبل ما نشوف نتائج كارثية مثل يلي عم نشوفها اليوم ونحتار كيف بدنا نتعامل معه. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.